سلام عليكم صحابي، كي العاده رانا مع الاسئله اكثر شيوعا. تبع معايا في السؤال الاول اللي طاح لك بي جي سي دي تاع رقمين 3 17، ما بالي بلي ما كاش فيكم اللي ما عرفش يحسب بي جي سي دي. ما بين الاسئله اللي بعده واش يقول لك؟ يقول لك اختزل الكسر. اذا تلاحظ باللي الكسر اللي يعطيه لك راح تلقى فيه الرقمين تاعك اللي حددت لهم بي جي سي دي. انت واش تروح دير باش تختزلو؟ بكل بساطه تروح تقسمو على البي جي سي دي تاعك اللي هو 17. واش راح تلقى؟ راح تلقى 782 قسمة 17 راح تلقى 46، 221 قسمة 17 راح تلقى 13. بهذا الشكل راك اختزلت الكسر، وهذا الشكل ما راحش تضيع نقاط بزاف في البيان. نشوفوا مثال اخر، نشوفوا مثال ثاني وشكل اخر من الاسئله. السؤال الاول توجور ياك يطيح لك بي جي سي دي تاع رقمين تلقى مثلا 7. الاسئله اللي بعد راح تلقى احسب ما يلي. بهذا الحساب راح تلقى كسر فيه الارقام اللي مدوهم لك من قبل. عامليك معايا؟ انت واش راح دير قبل ما تبدا الحساب؟ روح بسط هذا الكسر. روح كيفاش تبسطو؟ كيفاش تختزلوه؟ نختزلوه بالقسمه على 7. نختزلوه على البي جي سي تاعنا. كي نختزلوه على 7 شنو يعطينا؟ راح يعطينا 15 على 8 زائد 3 على 2 في 7 على 4. ومن بعد نديرو عمليه الكسور. ضرب كسرين واش يعطينا؟ 3 في 7 2 في 4. 3 في 7 هي 21، 2 في 4 هي 8، زائد 15 على 8. ثم نحسبها بكل بساطة، 15 زائد 21 حيعطينا 36 على 8. هذا الكسر قابل للاختزال؟ نعم. نروح نقسموها على 4، كي نقسموها على 4 حيعطينا 9 على 2. وبهذا الشكل نكون بسط الحساب تاعي. في البي ام نخلو حتى تمرين ما نجاوبوش عليه، لازم تعلموا كيفاش نطمن النقاط. بارطاجي مع صحابك. سلام.